اوه ياه، فعلا صدق اللي قال ان النوم سلطان. ده مش بس سلطان، ده ابو السلاطين كمان. انت عارف يا عادل، النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان، والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. تصدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا؟ والله ما تستاهل. ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه، وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اسال، وبعدين ببساطه خالص، يعني انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل، حوش واصحابك. عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كتب؟ وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما، ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ انا ما بغلطش فيك. عموما العلاقه بين اي راجل وراجل غير العلاقه بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك ايه؟ برضو مش فاهمه. يعني العلاقه بين اي راجل وراجل بتبقى مبنيه على ايه؟ على الرجوله والشهامه والجدعنه والمرجله. يا حرام، واحنا العلاقه بينا بتبقى مبنيه على الطوب والزلط والعبط. انا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقه بين اي ست وست بتبقى مبنيه على الرغي واللت والعجن واي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سفه اللي انت بتقوله ده. تقصد تقول ان انا رغايه؟ انا عمري ما رغيت اصلا. هو انا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء، ده معناه انا برغي؟ قال انا برغي؟ قال انا رغايه؟ انا عمري ما كنت رغايه. انا اساسا بحاول احل كل المشاكل اللي بينها. يا ده رمزي، مالك ماسك دماغك ليه؟ وهتكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك، مش هتلاقيه. لا دول، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي. ما لاقيش حاجه معاك للمغص؟ صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف ادول، يعني لما بحس بصداع يعني رجليا بتوجعني، مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني. فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت تمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي، هتلاقي الصداع راح على طول. ماشي يا دول. ياه الحمد لله الصداع راح. بقيت الصداع نصف ولا ايه؟ يلا روح هات الشاي. عادل، عادل سعيد صاحبي وحبيبي. عطيه البنداري. يا الدنيا صغيره يا ناس. يا نهار ابيض، ازيك؟ وحشني قوي قوي قوي. والله انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا عم عطيه؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك عفاف مرتي، حسن ولدي، شنطتي. اتفضلوا اتفضلوا، هات كرسي. انا يا رب اتفضلوا اتفضلوا. انا وسهلا. منور والله منور. الله يخليك. ده نورك يا عدول. ياه انت فين يا عم؟ فينك من زمان؟ راجل انت بتسال يعني خبر ايه؟ ما انت عارف يعني عطيه، الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح، مشاغل وتلاهي، والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني، شغال معايا في البازار وابن عمي. واد عمك؟ يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي، عطيه البنداري، طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه يا عطيه. الحمد لله. دول بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك. اهلا وسهلا منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يوم يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم معاد اخلاع الطياره اتاخر يومين. قلت ما تعودش سوهاج وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب. دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيره قوي. ايوه هي صراحه الدنيا صغيره، بس الشقه اصغر يعني. بقول حاجه؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني. ان شاء الله كل حاجه ليها حل ومنور. واهلا بيكوا. هات اي حاجه يا ابني، عصير توت، تفاح، بلح، اي حاجه. ايش تقول؟ اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الدكتور عطيه البنداري ده كان زميلي، كان زميلي في الدراسه، وهو من اهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام، مدام عفاف دي زوجته، وحسن ابنه، ودي الشنطه بتاعته. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا بيكم. يا مرحبا. اهلا وسهلا باهل الصعيد، زرنا النبي والله. يسا
الصلاة والسلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم ثلاثة ومليكوا علي يمين، كني قاعد وسط عيلتي في سوهاج. طبعا طبعا منورنا والله. يعني هو دكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكلة معاه في شركة الطيران، فإن شاء الله هيقعد معانا يومين هنا هو في البيت بتاعنا يعني. وإحنا طبعا كلنا مرحبين، ويعني أهلا وسهلا بي طبعا، ولا إيه؟ طبعا طبعا، أهلا أهلا. هو نعم الصداقة أبعد، أهلا وسهلا بحضرتك طبعا، ما هي دي الصداقة ودي الصحوبية، وهم دول الاصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعه، انا قلت العطية من الاول ننزل في فندق، قال لي لو عرف استاذ عادل هيزعل قوي قوي قوي. طبعا لا هزعل يعني، هو اصلا عارف عطية من زمان بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش، هزعل يعني طبعا. والدكتور ان شاء الله قاعد معانا قد ايه؟ يومين. يومين والله كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن غصب عني. وليه ليه ما تقعد معانا اكتر من يومين؟ ما التذكره ممكن انك تغيرها، ما هي الدنيا فسحه مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك سايق عليك يا سيد عبد الرحيم القناوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي. وبعدين ما تضغطوش علي يعني، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا بيكم، اتصدقوا انا حاسس اني قاعد في بيتي، ما هو البيت بيتي. طبعا. يا جماعة أنا عايز بس أفهمكم حاجة مهمة جدا، إن الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي يعني، كان غصب عني زي ما أنتوا شايفين، وأنا دبست في الموضوع ده. وبعدين يعني هما كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي، الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمة في الصالة؟ لا يخسى عليك يا سناء، إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا، إحنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطة المعلم ونروح نقعد في أي أوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعة بس يعني أنا مش عايز طول الوقت لتو عجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه. جامي ها ما تبصليش جاميين ها، علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص. يعني اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون نفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول خلصنا، احنا قاعدين بقالنا ساعة. انا بفكر يعني رانيا. استني بس يا رانيا، يا رانيا استني، انت لو بقيتي اهو مع ماما في الاوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الاوضة وانا مستعد انام في الصالة، ايه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي اوحلك بالمهامات والايهامات في دماغك والخيالات دي ان انا اساسا هسيب اوضتي واطلع بره؟ ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر، ده انا اللي هنام في الصالة. وانا ذنبي ايه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي.